جايه لكم النهارده بماسك للتفتيح، ماسك حلو جدا، مكونين اتنين بس. هنعمل ماسك تفتيح وهيشيل الرؤوس السوداء معاكي، هيوحدلك لون البشره وهينعمها لك. الماسك ده ما شاء الله حلو جدا ومكوناته بسيطه وما فيش فيه اي حاجه خالص، وينفع للبشره العاديه والدهنيه والمختلطه، بينفع لكل انواع البشره. هو ما شاء الله حلو جدا. كملوا بس الفيديو معايا للاخر، وطبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك بتاعكم طبعا اللي بيرفع الفيديو. اول حاجه هنا معايا البن العادي خالص، اي نوع بن عندك هتستخدميه، بلاش النسكافيه، اعملي بالبن العادي. هناخد معلقه كده من البن، معلقه كده حلوه مليانه من البن. البن ما شاء الله او القهوه ما شاء الله حلوه جدا للتفتيح، بتفتح البشره بتاعتك، بتشيل الرؤوس السوداء وبتوحد لك لون البشره. ما شاء الله القهوه حلوه جدا في ماسكات التفتيح. كمان هستخدم معلقه من النشا، وبرده النشا ما شاء الله حلوه جدا، بتفتح معاك البشره. كمان النشا فيها فيتامينات حلوه قوي، فيها كالسيوم وفيها حديد، فبتفيد البشره جدا. هناخد معلقة من النشا واحدة، وزيها معلقة من البن او القهوة. هندوب بقى الكلام ده كله بشوية من اللبن، هنضيف كده اللبن تدريجي واحدة واحدة لحد ما توصلي للقوام المظبوط او اللي تعرفي تفرديه على وشك. يعني بننزل بمعلقة معلقة كده ونقلب ونشوف. هوريكم الوقت القوام بتاعه الماسك بيبقى عامل ازاي. قلبي كده واخلطي كله كده مع بعض كويس، وخدي بالك لان انت لما بتركني الماسك ده شوية الماسك بيتقل معاكي علشان النشا اللي فيه بيتقله. هو ده القوام المظبوط، خلي كده القوام كريمي بحيث ان انت لما تيجي تفرديه على بشرتك يتفرد معاكي كويس. ما شاء الله كده مظبوط جدا. ضفت حوالي 3-4 معالق من اللبن مش اكتر. طبعا قبل ما تستخدمي الماسك بتغسلي بشرتك كويس بميه دافيه، عشان كده البشره تستعد لاي ماسك انت بتعمليه تغسليها بميه دافيه، يعني ما تكونش الميه طبعا سخنه قوي ولا بارده، الميه تبقى دافيه قبل ما تعملي اي ماسك. هتبداي كده بالفرشه او بايدك زي ما انا بعمل كده، تاخدي من الماسك وتدلكي، تعملي تدليك كده للبشره بتاعتك، تدليك كده بشكل دائري زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي انا بعمل. طبعا الماسك بتحطيه على عينك، وينفع تحطيه تحت العين مفيش فيه منه اي مشكله. هتسيبيه بقى كده على ايدك حوالي نص ساعه لحد ما ينشف معاكي خالص وتعرفي تفركيه زي ما انا بعمل كده. هتفركي بالراحه كده كل حاجه بقى في بشرتك هتطلع وانت بتفركي الماسك، يعني التصبغات ما شاء الله هتختفي، الرؤوس السوداء حلو جدا للرؤوس السوداء، والجلد الميت كل ده بيتشال مع الفرق وانت بتفركي كده الماسك، كل ده بيتشال. الماسك ده حلو جدا عن تجربة انا بستخدمه، ما شاء الله النتيجة بتاعته حلوة جدا، بسيط ما بياخدش منك اي وقت. تقدري تعملي الماسك ده 3 أو 4 مرات في الاسبوع مفيش منه مشكلة، بس الافضل ان انت مش كل يوم تعملي ماسك، يعني مش لازم كل يوم ماسك، سيبي بشرتك تتنفس، يعني ممكن 3 مرات أو 4 مرات تعملي ماسكات. طبعا بتغسلي ايدك بعد الماسك بميه من الحنفيه، بلاش تغسلي بصابون او بغسول بعد ما تعملي اي ماسك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا طبعا ما تنسوش تحطوا لي اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو، ولو اول مره تعدي على قناتي اتشرف طبعا بيكي وبالاشتراك في القناه. باي باي.